بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم اهلا بحضراتكم جميعا في قناتي مروه زهره ان شاء الله النهارده هقدم لحضراتكم فيديو جديد للصف الخامس الابتدائي مراجعه المقرر لشهر مارس كامل في ماده العلوم بشكل بسيط جدا بنظام الاختيار من متعدد قبل ما نبدا الفيديو يا ريت تعملوا لايك للفيديو واشتراك في القناه وتفعلوا الجرس على علامه الكل وتدعموني بتعليقاتكم الكويسه الجميله اللي بتفرحني علشان ترفع الفيديو واقتراح لاكبر عدد من الناس اول حاجه الدرس الاول كان عنينا الاحتكاك والدرس الثاني تطبيقات الاحتكاك وهتلاقوني سايبه شرح الدرسين في صندوق الوصف بشكل بسيط عشان اللي مش قادر يفهم الدرس يقدر يرجع له بشكل بسيط جدا وتلاقوا موجود في صندوق الوصف وتقدروا توصلوا له اول حاجه السؤال الاول عندي بيعمل الاحتكاك على زياده ولا تقليل ولا سرعه الاجسام طبعا الاحتكاك بيعمل على ايه اصدقائي بيعمل على تك على تقليل سرعة الأجسام يعمل الاحتكاك على تقليل سرعة الأجسام يعني الاحتكاك بيقلل من سرعة الجسم بعد كده بيتغير مقدار قوى الاحتكاك بتغيير ايه؟ بتغيير نوع سطح الجسمين ولا كتلة الجسمين ولا حجم الجسمين يتغير مقدار قوى الاحتكاك بتغيير نوع سطحي الجسمين المتلامسين والسؤال مهم جدا وارد في الامتحان يتغير مقدار قوى الاحتكاك بتغيير نوع سطحي الجسمين المتلامسين الاسطح الخشنه لها قوه احتكاك اكبر من اكبر من الاسطح الناعمة السطح الخشن بيكون قوه الاحتكاك فيه اكبر من السطح الناعم قوة الاحتكاك بتؤثر في عكس اتجاه حركة الاسم الجسم والسؤال ده من اسئلة الامتحان ان شاء الله المتوقعة قوة الاحتكاك بتؤثر في اتجاه في عكس اتجاه حركة الجسم بزيادة سرعة الجسم تزداد مقاومة الجسم، بزيادة سرعة الجسم بتزداد مقاومة الهواء. العلاقة بين قوى الاحتكاك والمسافة التي يقطعها الجسم، نركز يا أصدقائي قوى الاحتكاك والمسافة تبقى علاقة عكسية، على طول نحط في دماغنا كده قوة الاحتكاك والمسافة علاقة عكسية، قوة الاحتكاك والمساحة تبقى علاقة طردية، ناخد بالنا من الكلمتين دول يا أصدقائي كويس جدا قوة الاحتكاك والمسافة. نركز جدا تبقى علاقه عكسيه يعني دي تقل دي تزيد دي, تزيل دي تقل بشكل بسيط جدا عندما يفتح رجل المظلات البراشوت فان مقاومه الهواء بيحصل لها ايه اصدقائي بتزداد هو عايز ينزل للارض بسلام اللي هيحصل هيزود مساحه السطح المعرض للهواء هتقوم تزيد مقاومه الهواء هتقوم تقل السرعه فينزل للارض بسلام وتقدروا ترجعوا لشرح الكلام ده في درس تطبيقات على الاحتكاك انا في شرحها في بدايه الفيديو بشكل بسيط جدا اول حق تاني هقول السؤال تاني عندما يفتح رجل المظلات الباراشوت فان مقاومه الهواء بتزداد عشان هو عايز ينزل للارض بسلام يعني عايز يبطئ السرعه بتاعته يبقى هيزود من مساحه السطح المعرض للهواء هتقوم تزيد المقاومه هتقل السرعه فينزل للارض بسلام يعمل تص... يعمل عندما تصنع الصواريخ والطائرات بحيث تكون لها شكل انسيابي والسؤال متوقع في الامتحان بشكل كبير جدا لازم يقول لكم السؤال ده ان شاء الله في الامتحان بتصنع الصواريخ والطائرات بحيث يكون لها شكل انسيابي هذا كده خلصت معاكم الجزء الاول هنروح على الجزء الثاني اسئله برضو ان شاء الله مش هتخرج منها الامتحان يكون تاثير مقاومه الهواء كبير عندما تكون السياره السياره يكون مالها يا اصدقائي متحركه بسرعه عاليه ولا متحركه بسرعه منخفضه ولا ساكنه طبعا بيكون تاثير مقاومه الهواء كبير لما بتكون العربيه او السياره متحركه بسرعه عاليه تكون متحركه بسرعه عاليه العلاقه بين مساحه سطح الجسم المتحرك دخلنا في المساحه اهو و العلاقه بين مساحه سطح الجسم المتحرك في الهواء ومقاومه الهواء علاقه ايه؟ العلاقه مساحه سطح الجسم المتحرك في الهواء بتكون العلاقه مساحه السطح والمقاومه بتكون على طول علاقه طرديه اول ما اشوف كلمه المساحه والمقاومه دي بتكون علاقه طرديه يعني دي بتزداد دي تزداد دي تقل ده تقل تزداد تزداد تقل تقل يبقى علاقة طردية على طول قوى الاحتكاك بالنسبة لاتجاه الحركة بتكون في عكس اتجاه الحركة لتقليل قوى الاحتكاك تأخذ الأجسام المتحركة شكلا انسيابيا وبقرر السؤال معاكم أكتر من مرة بأكتر من شكل عشان إن شاء الله يكون موجود في الامتحان خاصة الأربع أسئلة اللي ورا بعض دول موجودين في الكتاب المدرسي ومش هيخرج منهم الامتحان إن شاء الله كل مما يلي من فوائد الاحتكاك ما عدا هو جايب لي تآكل أجزاء الآلات الميكانيكية ولا إشعال عود الثقاب ولا منع التزحلق، طبعًا إشعال عود الثقاب ومنع التزحلق دي من فوائد الاحتكاك، هو هنا بيقول لي ما عدا ما عدا إيه؟ يبقى تآكل أجزاء الآلات الميكانيكية ديت اللي مش من فوائد الاحتكاك. فرامل السيارة أحد التطبيقات على الطاقة ولا الاحتكاك ولا السرعة طبعا فرامل السيارة دي أصدقائي أحد التطبيقات على الاحتكاك حركة الأجسام على الأسطح الملساء بتكون إيه؟ الملساء يعني النعمة بتكون سريعة والدليل احتف كده على السيراميك عندكم في الشقة تلاقي البلية بتجري بسرعة جدا يبقى حركة الأجسام على الأسطح الملساء بتكون سريعة عند تضحر الكرة على الأرض فإنها لما بنضحر الكرة على الأرض أو بتحدث كرة على الأرض بتستمر في الحركة للأبد ولا بتتوقف عند نقطة معينة ولا بتزداد سرعتها طبعا بإيه اللي بيحصل للكرة بتتوقف عند نقطة معينة تمشي شوية وبعد كده في الآخر لازم تقف عند نقطة معينة القوة التي تنشأ بين سطحي جسمين متلامسين دي قوة الاحتكاك والتعريف مهم علينا جدا ولازم نحفظه الدرس ده يا أصدقائي بشكل بسيط للي عنده أي صعوبة فيه بتعرف تحفظ بتحفظي تعريف الاحتكاك تعريف مقاومة الهواء تعريف مقاومة الماء والعلاقة بين الاحتكاك والمسافة والعلاقة بين الاحتكاك والمساحة ده آخرة الدرس خالص اللي, اللي عنده أي صعوبة فيه القوة بيقول قوة نقط بتمنع انزلاق الأقدام على الطريق قوة الاحتكاك طبعا هي اللي بتخليني قادرة أقف وأبقى ثابتة على الطريق وما بتخلينيش أقف ولا يحصل لي وقوح يبقى قوة الاحتكاك بتمنع انزلاق الأقدام على الطريق قوة الاحتكاك الناشئة عن حركة الدولفين في الماء، أول ما أشوف احتكاك وميه يبقى مقاومة ماء، احتكاك وهواء تبقى مقاومة الهواء، بشكل بسيط جدا، آخر صفحة معانا خلاص أهي عندما يفرد الخفاش أجنحته عند الهبوط فإن فإن مقاومة الهواء بيحصل لها إيه؟ بتزداد طبعا، لما الخفاش الخفاش بيفرد جناحه وهو نازل علشان يعطي مساحة واسعة لنفسه في الهواء بتقوم تزيد مقاومة الهواء تقوم تقل السرعة بتاعته فينزل بأمان، يبقى تزداد مقاومة الهواء. قوى الاحتكاك بين الهواء والجسم المتحرك خلاله تسمى مقاومه الهواء الشكل الانسيابي بيقلل من قوى الاحتكاك الشكل الانسيابي بيقلل من قوى الاحتكاك سواء كان الشكل الانسيابي للسيارات او الطائرات او القطارات او الشكل الانسيابي كمان للسمكه وهي بتعوم في الميه. القوة التي تعمل على ابطاء سرعة الأجسام المتحركة هي قوة الاحتكاك، نوع من قوى الاحتكاك ينشأ عن حركة الجسم في الماء مقاومة الماء بيتوقف مقدار قوة الاحتكاك بين جسمين على نوع سطحي الجسمين المتلامسين، وقلت السؤال معاكم وبكرره لضرورة السؤال. من فوائد الاحتكاك التآكل الآلات ولا سخونة الآلات ولا التحكم في السرعة ولا إهدار المال، طبعاً من فوائد الاحتكاك التحكم في السرعة والسؤال مهم جداً. من أضرار الاحتكاك عايزين نعرف أضرار الاحتكاك إيه؟ برودة إطارات السيارات ولا سخونة إطارات السيارات ولا اتزان إطارات السيارات ولا انتظام سرعة السيارات؟ طبعاً من أضرار الاحتكاك ولازم نقرأ كويس السؤال جداً يا أصدقائي سخونة إطارات السيارات، الإطارات بتاعة السيارات بتسخن جداً مما يؤدي إلى اعتهاف الأجهزة الميكانيكية داخل السيارات، يبقى دي أضرار من أضرار الاحتكاك. التحكم في سرعة السيارة أو إيقافها يتم باستخدام، عايزين نعرف إحنا لما نيجي نتحكم في السيارة أو بنوقفها بيتم ده باستخدام إيه؟ بيتم باستخدام الفرامل، يتم انتظام حركة السيارة بواسطة الاحتكاك، الاحتكاك دي من فوائد الاحتكاك انتظام حركة السيارة، من فوائد الاحتكاك انتظام حركة السيارة، من فوائد الاحتكاك التحكم في سرعة السيارة، من فوائد الاحتكاك إشعال عود الثقاب. من فوائد الاحتكاك منع التزحلق على الارض، الامساك بالاشياء، كده اكون قلت معاكم فوائد الاحتكاك بشكل بسيط، للاحتكاك الاحتكاك له عده ايه؟ عايزين نعرف فوائد ولا اضرار ولا فوائد واضرار ولا لا توجد اجابه، طبعا فوائد واضرار، كده اكون قدمت معاكم بشكل بسيط جدا الوحده الاولى كلها للاحتكاك اسئله مش هيخرج منها الامتحان ان شاء الله باذن الله، دعواتي لكم جميعا بالنجاح والتوفيق وتحياتي لكم مروه زهره، شكرا لحضراتكم.